وسيلة إعلامية جديدة وليدة الساعة تضاف إلى قائمة الإذاعات المسموعة بتشاد. إنها إذاعة البصيرة التي تبث برامجها عبر أثير FM 99 ميجا هرتز بحارة أمسنينة. حيث جاءت مبادرة تأسيسها من قبل جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية أملا في أن يكون مستمعيها على بصيرة ودراية بمجريات الساعة. مناسبة تدشين الإذاعة احتوت العديد من الفقرات. في البدء أوضح رئيس جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية أهداف الجمعية وما تتطلع إليه. وتأتي هذه الإذاعة لتحقيق أهداف الجمعية الرامية لتثقيف المواطن الاتشادي وتوعيته اجتماعيا وصحيا وثقافيا بغية تأهيل مواطن صالح لوطنه ومجتمعه. دور وسائل الإعلام وحرية التعبير التي تتمتع بها بلادنا الحبيبة تطرق إليها مدير إدارة إذاعة البصيرة أثناء خطابه. لا يخفى على أحد دور وسائل الإعلام الجماهيرية في حياة الفرد والمجتمع سلبا أو إيجابا، وهذه الإذاعة إذاعة البصيرة تهدف إلى طوية المجتمع التشادي وتثقيفه وتنويره لتساهم في بناء مجتمعنا التشادي مجتمع قوي ومترابط ومتفاهم. علي جبرين علي نائب رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حث العاملين بالإذاعة على ضرورة الالتزام واحترام النصوص أثناء معالجة البرامج. نذكر بأن راديو البصيرة مثل المادات الإذاعية الخاصة الأخرى سيطلب منها الامتثال بكل الالتزامات بما في ذلك أحكام القانون 20 بالإسهام الفاعل الإذاعي في العمل على توديد السلام والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون السلمي ومكافحة الإرهاب وخاصة طائفة بوكو حرام. يمتد بث إذاعة البصيرة مسافة تقدر ب 100 كيلومتر وتبث برامجها باللغتين الرسميتين العربية والفرنسية، وتضم 11 عضوا برئاسة رئيس المجلس الإداري ونائبه والمقرر و8 أعضاء.